كما ترون يوجد الكثير من النباتات المائية التي نراها في تلك المدينة التي نعيش فيها. نحتاج للمزيد من هذا النوع من المتنزهات والمساحات، ليس فقط من أجل المدينة بل من أجل ساكنيها ليحصلوا على حياة أفضل، حياة قريبة من الطبيعة. مرحبا، اسمي كوتشا كورن، أنا مهندسة مواقع من بانكوك في تايلاند. والمشكلة الأساسية في المدينة هي البيئة، خاصة كيفية تعاملنا مع المياه، إما الكثير أو القليل. في حال هبوط الأمطار لمدة 15 دقيقة تغلق المدينة نتيجة فيضان مباغت. هذا المنتزه هو المنتزه الجديد في مركز بانكوك، هذه أرض رطبة وبالتالي المياه الآتية من السقف الأخضر تمر عبر هذه الأرض. نحن هنا الآن نمشي من المنتزه إلى أعلى السقف الأخضر. صممنا هذا السقف الأخضر مع القليل من الالتزامات، حيث استخدمنا العشب المحلي ثم زرعنا ما يسمى الأعشاب الضارة. في الحقيقة هذه النباتات هي الغذاء المفضل لجميع الملقحات كالنحل وبعض الطيور، التي قال مراقب الطيور أنه وجد 30 نوعا منها في هذا المنتزه. هذه إحدى الأماكن المفضلة بالنسبة لي في المنتزه، هذا منظر فريد ومميز للغاية لبانكوك، يمكنك رؤية المدينة بدون سيارات. ردود الفعل التي أسمعها تجعلني سعيدة جدا كمهندسة مواقع، أستطيع رؤية العائلات تقضي أوقاتها مع أطفالها في الطبيعة. كإنسانة ومواطنة تايلاندية أريد أن أعالج مشكلة التغير المناخي، أريد أن يكون أصدقائي وكل شخص هنا جزءا من الحل معي. لنعمل وكأنه لا يوجد كوكب آخر، لنعمل وكأنه منزلنا، ونحن نريد أن نشفي ونؤمن ونحمي منازلنا، لذا دعونا نعمل سويا.